السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مروان غنام، ستور ستيكرز 91، الاستيكرات والفيب ستور. كنا هنتكلم النهاردة عن موضوع إن أنا لما باجي أشتيل الستيكر من على الموبايل، في ناس بتقول لي دايما تسأل على البيج أو في كومنتات وكده، بتقول هل هو بيسيب أثر ولا لأ، ولا بيبوظ الدنيا ولا لأ. فا هوريكم دلوقتي الماتيريال بتاعتنا. مثلا يعني ده ستيكر معمول تقريبا من حوالي شهر، فطبعا انا زهقت منه عايز اغيره كده، ف هجرب دلوقتي ان انا اشيله، وفي فيديو تاني هنجرب ان احنا نركب ستيكر. تمام، هنبدأ دلوقتي ايه واحدة واحدة. نمسك طبعا، ببدأ بالزوايا، الستيكر كله ايه حتة واحدة فول بودي. ماشي، حاول ان انا ايه اشيل. تمام، احنا كده شلنا ايه يعني ادي اول بارتيشن. طبعا انا بقرص على الاستيكر شوية عشان ايه الجناب بتاعته تطلع معايا. افك برضو من الطرف التاني عشان ايه الدنيا تظبط معايا اكتر. في حاجة بقى انا عايز ايه انوه عنها، يعني ايه اللي هي مثلا ساعات انا لما باجي افك الاستيكر في موبايلات معينة بيكون الديزاينات بتاعتها بتسيب فراغ، يعني زي مثلا ايه ما بين هنا وهنا، مش عارف باينة كده ما بين الايدج اللي جاي هنا دوت، تمام كده، وما بين الطرف بتاع الاستيكر هنا، في الحتة دي بتبقى فاضية الاستيكر ما بيغطاش، فدي ممكن مع الوقت والاستعمال وكده دي بتسيب زي مثلا ايه ايدك بقى وعرق وكده، فاهمني؟ ممكن يجيب ايه يكون في وساخة او زي مثلا رمل وكده. وبرضو نفس القصة هتلاقيها ممكن هنا ما بين الزراير منطقة زي ديت وكده، يعني اعتقد انها باينة هنا. طبعا احنا شايفين مفيش اي اثر للاستيكر ولا اي حاجة، ولا حتى لزق ولا اي حاجة. هنا بص الحتة دي، شايف باينة في الكاميرا ولا لا؟ هنا ممكن يكون في زي وساخة، او يعني حتة تكون مش نظيفة وكده، بسبب ايه؟ ان هي طبعا الحتة دي متفرغة في الاستيكر زي كده، ادي البارتيشن بتاعها اهو. فالحتة دي ممكن ما بين الزرار نفسه ما بين الاستيكر دي تسيب وساخة، تجمع يعني رملة مثلا او دست والجو ده. فاحنا ايه هنشيله واحدة واحدة، هفهمكم برضو دي بتتشال ازاي عشان محدش مثلا ايه يفتكر ان دي من بواقي الستيكر وكده، او هو سايب لزق او whatever يعني. بس بقى الحتة دي اخر حتة الستيكر، ادي هشيلها. طبعا ايه احنا شايفين الجهاز كده الظهر اهو كده مفيش اي حاجة. الحتة الحاجة اللي انا كنت بتكلم فيها بقى موضوع ايه الوساخة اللي بتبقى مثلا ايه بين الزراير زي كده، دي هشيلها بايه؟ باجي انا بالستيكر، ده الستيكر اللي انا شيلته، تمام، ده الظهر اللي فيه لازق نفسه، انما ده اللي انا ماسكه عادي في ايدي ما بيتأثرش في حاجة. باجي بعمل ايه؟ قوم جاي حاطط الاستيكر هنا الجزء اللي فيه ده على الحته اللي انا ايه فيها المفروض وساخه، جاي شايلها. خدتوا بالكم طلعت فيها؟ لو لقيتها مثلا لا قدر الله جيت ان انا ايه عملتها مره ولقيتها ما طلعتش كلها او سابت برضو جزء تاني، لو عامل ايه من الحركه دي مره تانية، تمام كده، ادي الجزء ده ايه بقى في السليم مفيش ادنى مشكله. باجي على الحته بقى اللي انا قلت لكم عليها اللي هي كانت المفروض اللي تفصل ما بين الجزء الميتال ده والازاز اللي ورا بتاع الجهاز دي، اقوم حاطط برضو عليها عشان ايه تشيل اي ايه بواقي تراب او ما شابه كانت موجوده عندي بالشكل ده. هنا برضو نفس القصه هعمل هنا. طبعا الكلام ده عشان اركب بقى ايه ستيكر جديد على نظافه وكده. تمام، هي نفس الفكرة هنا، هذه الناحية دي كده، عندك ايه الجزئية دي كده، ممكن برضه الاقي هنا، الاقي هنا شوية وساخ او حاجة كده، تراب او حاجة، واعمل ايه؟ حاطط نفس
نفس الاستيكر جاي شايله هيطلع فيه برضو، بشيك بايدي كده اشوف فيه بواقي ولا حاجه. طبعا كده ايه مفيش اي حاجه. ادي التليفون بعد ما شلنا الاستيكر من عليه، طبعا دي بصمات ايدي مطرح ما او بواقي ما انا شلت الاستيكر وكده، ومفيش اي حاجه. تمام.